أعرفك تقرأي في المصحف من غير كتب تجويد، تعرفي إيه عن المد المتصل؟ المد المتصل هو أن يجتمع حرف المد وبعده الهمزة تتصل به في كلمة واحدة، زي السماء، سوء، وجيء. خليكي فاكرة اتسمى متصل لاتصال حرف المد وبعده الهمزة في كلمة واحدة. يبقى أقولك كم حركة نمده؟ عايز أقولك إن المد المتصل مد واجب المد. ليه؟ لإجماع القراء على مده. مده يعني إيه؟ يعني بزوده عن مقدار المد الطبيعي، لكن القراء تفاوتوا في عدد المد، عدد حركاته، عدد مده. بما اننا بنقرا لحفص، فحفص بيمده 4 أو 5 حركات عند الوصل. يعني ايه عند الوصل؟ يعني بقول ايه؟ السماء والارض، السماء والارض. ولو وقف عليه هيمده 6 حركات. ده مين؟ ده حفص عن عاصم. هيقول ايه؟ السماء. يبقى خليكي فاكرة المد المتصل هو ما اتصلت حرف المد مع الهمزة في كلمة واحدة. يمد القراء بأقدار متفاوتة من المد، ولكن حفص يمد 4 أو 5 عند الوصل، ويمد 6 حركات إذا وقف عليه. المرة الجاية أقولك نوع مد جديد.